اهلا 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 بالعسل الصوتي. انت عارفه ان الملايكه بيغطوا راسهم؟ يعني حتى لما اسالك عامله ايه تجاوبيني بسؤال. صح، برافو عليكي. فعلا طلعتي بتتكلمي ايه؟ اسمك تاني هو معناه سؤال جميل قوي، برافو عليكي. اشمعنى شكل الصليب؟ المبنى نفسه معقد اللي موجوده جوه الشمعه موجوده في القالب. مره تعمليه بخيره، مره تسرحيه، خلاص. وانا هستنى لو في سؤال تاني المره الجايه واجاوبك عليه. اهلا يا صحابي، ازيكم؟ ايه ده يا ميرا؟ احنا مش قلنا تمسحي بقك والشنب الابيض قبل ما تطلعي في التصوير؟ ايه ده، معلش، اصلا كنت بشرب كوبايه اللبن بتاعتي، معلش. اهو كده كويس. ايوه تمام، يلا كده نبدا. استنى قبل ما تبدا عصر خاطري، ما عندي سؤال، عندي سؤال. ده وقته يا ميرا. طب قولي. طيب بسرعه، اصل انت دلوقتي فكرتني بسؤال تاني خالص غير بتاع النهارده، بس بمناسبه اللبن بقى. كنت بفطر مع ماما لبن زي كل مره، لقيت ماما جايبالي انا كوبايتي بس. سالت ماما، قلت لها يا ماما فين كوبايه اللبن بتاعتي؟ مش هتشربي معايا لبن زي كل مره؟ قالت لي يا ميرا انا مش هشرب معاك عشان انا النهارده صايمه. هو ليه احنا بنصوم؟ حد يقول لي ليه احنا بنصوم؟ انا بعد ما اشرب اللبن ده هروح ادور على اكل. حد يعرف ليه بنصوم؟ علشان نتناول. بنصوم عشان مش عارف. تعرفي ليه بنصوم؟ تعرف ليه بنصوم؟ لا. برضو لحد دلوقتي محدش قال لي إجابة مقنعة، مفيش غير أبونا هو اللي هيقدر يفهمها. اهلا ميرا، ازيك يا ميرا؟ وحشتيني. زيك يا بونا. يلا احكيلي، قوليلي ايه سؤالك؟ هو ليه احنا بنصوم؟ ده السؤال ده جميل قوي قوي. احنا بنصوم ليه؟ بنصوم ليه؟ بنصوم لان احنا اصلا اتخلقنا بنصوم. مش اول وصية ربنا قالها لآدم قال له تاكل من كل الشجر ما عدا شجرة تصوم عنها؟ فاكرة الشجرة دي كان اسمها شجرة ايه؟ شجرة معرفة الخير والشر. برافو عليك، شجرة معرفة الخير والشر. ربنا قال له يا آدم اوعى تاكل من الشجرة دي، اتعلم ازاي تصوم. فالصيام هو أول وصية، والصيام اتعمل في الجنة، والصوم كمان المسيح صامه. والصوم كمان حاجة مهمة خالص، الصوم مش معناها اني ما اكلش لحمة وما اكلش فراخ وما اشربش شوربة وما اشربش لبن، وآكل فول وطعمية وبطاطس محمرة وبطاطس مسلوقة. لأ، الصوم معناه إن إحنا مش بس إن إحنا نغير الأكل الصيامي من الأكل الفطاري أو من الأكل الفطاري للأكل الصيامي، لكن إن إحنا لازم نبطل أكل. فالصوم معناها أنقطع عن الأكل. يعني إيه أنقطع؟ يعني ما كلش، يعني أصحى الصبح ما افطرش، وقعد فترة وبعد كده هو تأكل أكل يكون أكل نباتي أو حاجة معمولة بالزيت، لكن ما كلش الأكل الحيواني ولا أي حاجة فيها دسم. والحقيقة يا ميرا إن الصوم كمان الأباء القديسين بتوع زمان زي الأنبا أنطونيوس وأبو مقار والقديس أنبا موسى الأسود والقديسين الجمال قوي بتوع زمان قالوا إن الصوم هو استبدال، استبدل اكلي لاكل غيري.
يعني اخد من اكلي اللي كنت هاكله مش احوشه بقى واجيب بيه بعد كده بقى من المحلات الفطاري بعد العيد اكل فطاري، لا ده انا هاخد الاكل بتاعي واقسمه نصين، نص اكله والنص التاني اديه للناس الغلابه والفقراء واللي قاعدين في الشارع مش بياكلوا. الناس اللي قاعدين في الشارع والفقراء واللي هم مش لاقيين حاجه ياكلوها. وكمان استبدال الاكل الجسدي، الاكل اللي انا باكله بيدخل في معدتي، بالاكل الروحي. يعني الوقت بتاع الصوم اقضيه في الصلاه، فاقوم اكل اكل روحي، اقضيه في قرايه الكتاب المقدس، اقوم اغذي الروح بتاعتي. الصوم كمان يخلي الانسان يعرف يقول لنفسه بلاش الخطيه دي يا ميرا، بلاش الخطيه دي يا بونا، بلاش الخطيه دي يا مريان، بلاش الخطيه دي يا مينا، بلاش الخطيه دي يا بشوي. فاذا كنت بعرف اقول للاكل بلاش الاكله دي، اقدر اقول للخطيه بلاش، فبيقوي جوايا بيسموه جهاز المناعه، اني امتنع عن حاجه وحشه موجوده. كمان الصوم يخليني اطلع لدرجه عاليه جدا، يخليني احلى موقف او من احلى المواقف اللي حصلت في حياه السيد المسيح كان على جبل التجلي، وكان معاه اتنين تانيين، تفتكري مين هما؟ انا شفتها في الفيلم بس مش فاكره اسمه. كان في واحد اللي كان ماسك اللي حي الشريعه اسمه ايه؟ افتكرت موسى. واحد تاني كان طلع بمركبه للسماء، مركبه ناريه، كان اسمه ايه؟ ايليا. برافو عليك يا ميرا، ممتازه. كان موسى وايليا. والحقيقة إنه المسيح وموسى وإيليا أكتر ثلاثة صاموا على الأرض، صاموا كل واحد فيهم 40 يوم ما يأكلش وما يشربش. طبعا يعني مش معقول هقولك يا ميرا صومي 40 يوم، لكن ليه أنت ما تشربيش لبن مع إن اللبن مفيد؟ الحقيقة إنه ممكن نسمح لك بلبن لو كان عندك سنة، سنتين، 3 سنين، وكمان ممكن نسمح لك تاكلي اكل من الاكل الفطاري شويه علشان جسمك يتكون، لكن بعد ما نكبر بقى شويه الموضوع يختلف. يعني ممكن ابقى صايمه واشرب لبن؟ بصي احنا بنرجع لابونا، اب اعترافك، بتروحي لابونا في الكنيسه وتقولي لي يا ابونا انا عندي كذا سنه اعمل ايه؟ الحقيقه انه ممكن ان الواحد يصوم ولو عنده شهر واحد. نقول للمامته بصي أكلي بس يدوبك على قد ما يكون هو محتاج أكل، يعني مش تقعد تأكله بزيادة. ولما يبقى عنده سنة يأكل بس بلاش يأكل شوكولاتة، فيصوم عن الشوكولاتة، وممكن يصوم عن الشيبسي مع إن الشيبسي ممكن يكون صيامي بس هو حاجة بيحبها. إحنا في الصوم نصوم عن الحاجات اللي بنحبها علشان نحول كل الحب بتاعنا للحياة مع ربنا والحاجات الحلوة مع ربنا. ممكن واحد يصوم عن البيبسي، ممكن لو لقينا حد كبير بيشرب شاي وقهوة كتير نقول له صوم عن الشاي والقهوة مع إن الشاي والقهوة دول صيامي. بس مفهوم الصوم وروح الصوم يا ميرة إنه إزاي الواحد يعيش حياة حسب الروح ما تبقى قوية، يبقى الروح قوية كده جوه الواحد والجسد بتاعه حتى لو يبقى ضعيف شوية. والمسيح قال في التجربة على الجبل ليس بالخبز وحده إيه؟ يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. برافو عليك يا ميرا، برافو عليك. يعني بصراحة كده الواحد مش بيعيش بالأكل قد ما بيعيش بكلام ربنا. فالواحد طول ما هو صايم بقى يروح يتناول ويحضر قداسات ويصلي ويقرأ في الكتاب المقدس، وبكده نبقى بنصوم. عرفتي بقى ليه بنصوم وليه مش بنشرب اللبن في وقت الصوم، او ممكن نشرب اللبن في وقت الصوم حسب ما ابونا يقول لنا؟ ايوه يا ابونا، الصوم ده طلع موضوع كبير قوي وكمان بركه كبيره قوي يا بنتي، لانه بيخلي الروح تبقى سعيده وفرحانه ومزقططه، وبتخلي حتى الجسد معافى. معافى يعني صحيح، يعني صحته كويسه. مش لما الواحد بيبقى عيان يروح للدكتور فالدكتور يقول له بص بقى ما تاكلش وما تاكلش وما تاكلش، مش دي حالات صوم؟ ها؟ كأنه بيقول له صوم. فإذا كان الدكتور بيقول كده عشان أخف، أما لما ربنا يقول كده ده الواحد يحس إن جسده بيخف، بيبقى خفيف، والروح بتاعته تقدر تطير كده وتبقى عايشة في السماء في جو جميل مع ربنا. أكيد يا
أبونا هنصوم عن الأكل والخطية وكل حاجة تشغلنا عن بابا يسوع. برافو عليك أنت هايلة يا ميرا، أنا فرحان بك جدا، وأتمنى بقى أنك تجي لي الحلقة الجاية وتجيبي معاكي سؤال جديد ونتقابل مع بعض. اتفقنا يا ميرا؟ اتفقنا يا أبونا. ربنا معاكي. باي باي يا بنت. باي باي يا أبونا. أنا كده خلاص فهمت واقتنعت بالإجابة. لو أنتوا عندكم أسئلة تانية ابعتوها على الإيميل ده وأنا هرد عليكم على طول. أقول لكم باي باي بقى، أشوفكم في حلقة جديدة وسؤال جديد، بس استنوني. باي باي.